بخير عليكم يا اغلى متتبعين عندي ومتتبعات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ومرحبا بكم، وحتى مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه. اليوم نهار جديد، ونهار جديد وروتين جديد. انا حطيت قهوه وحليب، الكيكه كانت بقات ليا درتها البارح وبقات ليا منها هالطريفات، ودرت البيض بالكاشير. انا كيحمقني الفرماج وهكذا والبيض. اول حاجه درتها حيدت عليها التشراجم. علاش؟ حيت الريدو عندي مكوانسي باقي ما عفاش عليه، الله يتصايب. فداك الشيء علاش ما يمكن ليش نمسح ما بين الجاجه والجاجه، واخا كنمسحهم ما كنشوفهمش كيبريو. المهم اللي وجدني الفقصه عليهم حيدتهم. واخا تشوفوا الشراجم البنات هادو راه فيهم تقريبا شي 2 متر ولا اكثر، يعني عراضين بزاف. هذاك الشيء علاش تقال ماشي هذوك اللي كيتباعوا، يعني كنشوفهم انا كنهزهم خفافين، دول كيكونوا في شنو بغيت نقول لكم، ما تقولش كتمشي ليا الهضره، تيكونوا في العمارات تيكونوا خفاف. انا شفتهم خفاف هادو، ما عرفتش علاش راجلي دارهم ليه تقال، ما كنقدرش نهزهم. وانا جرفيت لي جربت، يعني شفتهم خفاف، هادو تقال ما كتقدريش تهزيهم، ما عرفتش داك الثقل منياش. المهم ما عرفتش واش حيت مزيانين واش هذا، ما عرفتش. والجاجه شنو نقول لكم، كتلمع دغيا، واكثريك عارفين مع العشوائي، يعني كل واحد كيسوس الغبره الشتا. المهم واخا كنمسحهم دغيا كيتوسخوا، فاليوم قررت نهزهم. واخا انا صراحه فايته تقلبت فيهم، غسلتهم وما عرفتش نرجعهم. دابا المهم ما عرفتش صراحه، وكاين البرد وراجلي ما كيجيش بكري للغدا، فما عرفتش دابا. المهم غنغسلهم وديك الساعه يحل الله. المهم بعدا نحيد هاد الوسخ اللي فيهم، غنديهم للحمام بطبيعه الحال نغسلهم، وغادي نغسل الشرجم، وغادي نجيب الغطا من بيت النعاس باش يكون الشرجم نقي بطبيعه الحال، وغادي ندير البطانيه تيتشمش، وبعدين تيستافدوا من هاد الشميشه اللي كاينه. من بعد البنات كما كتشوفوا، ثاني حاجه درت هي كما قلت لكم كنطل، عرفتي راه خفت لكم بالماء على شي حد لا طلع ضرب ليا شي نتفه هكا نضحك معكم البنات، ضريفين عندنا صحاب الحومه الله يعمرها دار. المهم ضروري البنات كنطل، راه البرد هذا انا براسي ما نحبش لكم عليا الماء. المهم كما قلت لكم غادي نمسح الريدو، كما قلت لكم انا الريدو ديما كنغسلو، راه كتشوفوني في الروتينات غير الجاجه اللي كانت موسخه، داكشي علاش ما نكبش الماء على الريدو، رانا خشيت راسي ومسحته من اللور كنقلب على شي زلقه للزنقه. ومهم البنات كبيت الماء على داك الفايونس اللي عندي على برا، حيت داير ليه الفايونس فكنمسحو حتى هو، كبيت عليه الماء وصافي كنقي هكذا، ومسحته حتى من برا هكذا باش الغبره وهذا. واخا كنقيقي عندي صراحه هذا الجاجه اللي كانت ملمعه بزاف. وصافي البنات من بعد غادي نقاد هذيك الصاله. ومهم انتم معايا في روتين جديد ديال نهار الاثنين طبيعة الحال. ومن بعد البنات كما كتشوفوا صافي بديت ديت هذيك الدراب طبيعة الحال اللي كنمسح بها، غسلت يديا وجيت كنجمع في الصاله، غير كندور بها وصافي. ما كان قليل في كنجلسوا فيها الاكثريه نهار السبت، كنتجمعوا كنتخشاو هي ونجلسوا كل واحد كيجي يلعب. اما الايامات الاخرى انا ومعتمده داك هو الحف ديالنا اللي كنجلسوا فيه ديما اللي لاصق على الرخامه. وصافي ودابا درت مع الشراجم ولا التيساع، وقلت علاش لا نستفد دوك جوج بطانيات اللي عندي كنتغطى بهم في بيت نعاس، نستفهم ويتشمشوا مزيان يشبعوا شمس. وهاد البطانيه هادي كنتغطى بها غير انا ومعتمد اللي كنجلسوا نتفرجوا هكذا في الليل، كتبقى هكذا وكنمشيو نعسوا في بيتنا وصافي. ومعتمد ما بقاش كينعس في الصاله ولا كينعس حدايا، حيت دابا البرد البنات عرفتي كيبقى راسي كيتوسوس، واش غطى واش ما تغطاش، كل بحالي البنات يكتب عليا في الكومونتير. صراحه مازال كيكون عندهم بيتهم شويه كتسدي عليه الباب كتغطيه، اما الصاله والبرد وكتبقاي تفكري ياك ماما مغطيش ياك اكثر. انا ولدي راه كيبقى يلعب كيبقى يضرب يدو برجلو، ما كيتغطاش الليل كامل ولا كنغطيه فيه، فالله يسمح لينا من الوالدين. فداك الشيء علاش كنخشي حدايا في هذا البرد. وصافي البنات دابا جيت هنا غنمسح الطابله، ومن بعد غادي نجي نجمع هاد الصالون هذا، حيت ولينا كناكلو هنا البرد البنات، البرد تاكل راسها. المهم ناكلو نرتاحو ناكلو هنايا من البرد، نتخباو من البرد ماشي نبقاو زعما الصالات نخليوهم قادين
باش يبقاو مقادين. مالنا حنايا ماشي ما نستاهلوش. وكما قلت لكم جيت لهنايا غادي شوفوا معتمد شنو داير، كاسه الماء اللي كيشرب عرفتي كيقتلني بالضحك. داك الاول الحاف ديالو سما كيتفرج وسما كيشد كاسه الماء كيحطو حداه وما كيبغيش يتحرك ليا من سما مع هاد البرد هذا. صافي. ومن بعد غادي نقاد هاد الصاله هذه اللي دائما كتصبح مرونه، كان اعتبرها غير صالون. مازال ديك الصاله الدخلانيه هي اللي كنحاول دائما زعما كتبقى مقاد، اما هذه ديما كنجلسوا فيها يعني ما يعني دائما كنستغلوها كنجلسوا فيها من هذا البرد. وصافي البنات جيت لهنايا ريشه مباشره لهاد الشراج، ما بغيتش نخليهم، خفت لا يطيحوا ولا شي حاجه ياكلوا شي دقه، قلت علاش لا نغسلهم باش يتسقطروا ونرجعهم لبلاصتهم. كما كتشوفوا هنا درت غير شويه ديال اوني في واحد السطيله ودرت الماء وصافي، غنغسلو مزيان ومن بعد نشللها. صافي هادشي اللي درت. صراحه بقيت هاد القضيه احسن من ديك مسح مسح، ما كيتمسح والو، كاينش احسن من الغسيل صراحه. شو البنات راه بزز باش كنهزهم تقالين بزاف. وصافي دابا كما كتشوفوا دخلتكم معايا حتى الحمام اعزكم الله. والحمام مشكله ضيق بزاف البنات، الا لاحظتوا راه الطواليت رجع راجلي لداخل، ما كان بقاتش من لهنايا. صافي وغنخرجو من برا، غادي تسقطرو هنايا كما كتشوفوا. غادي نجيب الاخرى الثانيه حتى هي. وعطيه البنات هذاك الصابو كان شقى بيه من مع جاني البرد، ما قدرتش نلبس نضالات الميكا ونكب الماء، عرفتي كيجيني الموت ديال البرد. وسما المونطو ديالي كنوجدو باش ملي كنبغي نمشي نجيب معتمين دغيا كنلبسو. كم الكوزينه ديالي كما قلت لكم باش تشوفوها يعني مي جمعتها كلها، والماء عند درتهم اللي غسلت درتهم يتسقطرو، من بعد حطيتهم سما باش غنمسحهم. دابا غنرجعهم وعاد نمشي من بعد البنات كما كتشوفوا رجعت الماء على بلاصتهم وحكيت دوك الشراجم بجوجهم، ضربت لهم واحد الحكه وحكيت الفايونز. وهاد الطابله هذه كنت جامعها طفي طلقتها باش غادي نديرها في هذيك البلاصه، واخا بقى لي غير كرسي واحد، تهرست لي كرسي واحد كان الله يستر ماما مسكينه غتهرس، كانت جات تجلس فيه ومسكينه وطاح بها، الحمد لله غير ما وقع عليها هي والو اهم حاجه. وصافي بغيت ناخذ لهم انا كراسه، اصلا ما كانوش عاجبين دوك الكراسه اللي كبار، بغيت ناخذ لهم كراسه غير ثلاثه اللي كيدار واحد فوق واحد ونخشيهم في تركينا وصافي، من بغاو نجلسوا نجبدوهم فهمتوا. هادشي اللي بغيت ناخذ ان شاء الله. صافي من بعد البنات كما كتشوفوا الطابله وداك الشيء ضربت ليها مسحه مزيان وديك الشراجم غسلتهم. صافي غنحيد هاد الماء هذا غادي من بعد البنات. عتي راه هنايا وحلت واحد الوحله حيت الماء خصني ضروري، انا كنسيق وانا كنجر حيت لمشى ليا الزربيه راكو عارفين الماء كيخناز مع الزربيه. فصافي كما كتشوفوا الكوزينه ديالي رجعت الماء على بلاصتو، بيت نعاس جمعتو وصافي وكبيت الماء على الشراجم. صافي هنا غادي نسيق الدار. وكما كتشوفوا لبست الصنداله ديال الميكا واخا عييت من هذا، ولكن الصابو غير غنخسرو بالماء. صافي قلت ارا نحيد الصنداله ونضرب واحد جفيفانيه للدار وصافي غنسيق نيت الدار وغنهبط الماء مع ما هكذا نخرجو، ومن بعد نشف الدار وصافي. هادشي اللي كنديرها البنات اللي اش غنديرو، هادشي اللي كنديرو يوميا. واكثرية راكو شفتو نهار الحد يعني ما جفتش الدار، كنت غير جمعتها ومشينا للغابه، فصبحت ليا نهار الاثنين حالتها، والماعن اللي ديت معايا للغابه كنت غسلتهم بالليل والصباح صبحوا ليا ماعن اخرين والرفيسه والروينه، مع ما غسلتش داكشي ديال الرفيسه ما عتي صبحت ليا الدار. ما نعاود لكم شو داكشي علاش سبقت الكوزينه هي الاولى، حيدت عليا الماعن كاملين وصافي، حيت بالليل كنبغي قلت لكم كم مره كنغسلهم، مره ملي كيجي راجلي معطل صافي كنتعشى كنمشي نحك سناني وكنتخشى النعاس، علاش حيت لا بقيت فايقه صافي كيطير ليا النعاس والصباح ما كنقدرش نوض. وكما كتشوفوا صافي ها بيت النعاس ديالي تجمع البنات، كما كتشوفوا درت الماء مع الشيح غادي نبخر به الدار
وهكذا غادي يحيد هذيك ريحه الغمولي. من الغدا درت اللوبيا حتى تغدينا، صافي مشيت جبت ديت ولدي، جيت تكيت صنت العظامي جا معتمد، درت ليه الكوتي، راجعت معاه وصافي. راكو عارفين البنات راه من هادي لهادي ما كنعياوش من تمارة. وصافي جيت لهنايا البنات غندير لكم حريره ديال الشوفان اللي غنحتاجو فيها البزار، سكينجبير، زلافه ديال القزبور مع الكرافس، ضامه ديال السمن، الملحه، بصله محكوكه، مطيشه وحده محكوكه، وزلافه ديال الشوفان. صافي هادشي اللي كاين البنات في هاد الحريره هادي، كتجي بحال الطريقه اللي شميتيها بحال الحريره المغربيه ولكن صحيه وزوينه، ما فيها لا عدس لا حمص. اكثريه الناس ديال المصران ما غاديش تضركم، زوينه انا كتعجبني، كتجيني خفيفه وسهله واقتصاديه. البنات الحك ديال المطيشه، زلافه ديال الشوفان، وصافي غادي نخليها تغلى، الشوفان دغيا كيطيب طبيعه الحال، ومن بعد غنوجد معكم العشاء. هذا البنات غير الخبيز اللي شاركت معكم البارح، ها هو شوف باقي رطب، سخنتو شفتو، صافي درت بالضبط، سلقت شويه د البيض وهالحريره البنات، هذه هي الحريره ديال الشوفان، تجي غزاله، غير جربوها غتعجبكم. انا غادي نقول لكم بالسلامه، ما تنساوش لايك.